الخبر اللي عدنا عن تهجم المتابعين على انس وبيسان اسماعيل. فانس وبيسان نزلوا على حساب انس بالتيك توك هذا المقطع، ولو تدخلون بيه على التعليق راح تشوفون كل التعليق يتهجمون بيه عليهم ومكتوب عليها مملكه القصص، كلك تشوفون بيه حقيقه انه انس شايب مو رجال وانما نصاب وانسان مصلحتي. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وهل ما يستحقون هذا التهجم اللي تعرضوا له او لا. خبر ثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار. فنور نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، هذه الستوريات تحمس بيها المتابعين للمقطع اللي راح ينزله باكر الساعه 4 على القناه الاساسيه بمناسبه 6 مليون. راح احطكم هذه الستوريات شوفوها. يا جماعة الخير، ما بتوقعوا بهاليومين ثلاثة ايش عملنا لكم ايش سوينا لكم. واول شغلة بدكم تشوفوها من اللي عملناه وسويناه، بكرة الساعة 4 قناة الاساسية خليكم جاهزين. ما مستعدين لبكرة فيديو على قناة الاساسية. ايش رايك انوار؟ في خرافة يا جماعة، في مجموعة فيديوهات بس لا بكرة فيديو فكرته كتير غريبة. لك لسه اللي جاي اغرب. خليكم الساعة 4 جاهزين. اما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فهو مملكه القصص، توكيت راح تنزل اغنيته الجديده. اضافه الى تسريب صورتي، طارق الباشا نزل مقطع بهذا الخصوص سرب بها شو راح تنزل الاغنيه وتسرب بها صورتي. اللي حاب يشوف صورتي وكل هذه الاشياء راح احط لكم الرابط بالوصف، روحوا شوفوا كل الموضوع. بعد ما تخلصوا المقطع تعالوا لنا واكتبوا لنا رايكم. الخبر الثالث اللي عندنا عن فضيحه بيسان اسماعيل وحذف اغنيته الجديده. يمكن هو بكم انتبهوا، لكن بيسان نزلت على قناته الثانيه مقطع حذف بعشر ساعات واللي هي كانت اغنيه، وطبعا اللي حذفتها هي شركه حيدر جيتار مثل ما شايفين. طبعا هذه الاغنيه هي بايقتها بيسان من شركه حيدر جيتار اللي هي اساسا عندها مشكله وياهم، وبنزل وقتين بايق المونتاج مال الاغنيه من شركه حيدر جيتارا. طبعا هو من المتابعين يقولون انه شركه حيدر جيتارا جواني هو طلب منهم هذا الشيء كرد او انتقام بعد ما حذفوا اغنيته لمحمد جواني خسرتي حالك. حذفوا اللي هي بتحرض من ام بيسان وبيسان اسماعيل، لان بيسان اسماعيل ترقص بنفس البار اللي كان بيه الشخص اللي اسمه مجد اللي هو حذف اغنيه جواني. طبعا بيسان نزلت على حسابها بالانستغرام الاغنيه نفسها وكاتب عليها احلى اغنيه بصوتي. من حاب يسمع الاغنيه وماكن ما عنده انستغرام راح احط لكم رابط الاغنيه بالوصف، هم روح اسمعوها. وراح احط لكم رابط الاغنيه الثانيه اللي هي اساسا بيسان باقت كل الكلمات وكل الاشياء من عندها، رغم انه هي عندها مشكله بحيدر جيتارا ولكن باقتهم. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شركوا بهذا الخبر. الخبر الرابع اللي عدنا عن يحيى وسحر وارجعهم سور ستار ونارين بيوتي من التعليقات اللي عدهم. بعد ما خفوا اساميهم وضحت لكم هذا الموضوع بالمقاطع السابقه، طبعا كشفت لكم بيه حقيقه ويا الادله، وطبعا حاليا ولكن حاليا دخلوا على التعليق مالتهم تكتبوا اسم نارين بيوتي ونور ستار، فالتعليق راح تظهر بشكل طبيعي لان شالوا اسمهم من الكلمات المحظوره. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شنو تتوقعون سبب اخفائهم الاسم بعدين رجعوا الاسم. الخبر الخامس اللي عدنا على انس واصاله وتحديدا اصاله المالح، فاخوتها ساره نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري ويا امها وتعلم من خلال انه اليوم هو يوم عيد ميلاد امها، ان شاء الله الف مبروك وعقبال مليون سنه يا رب. اتوقع انه انس واصاله حينزلون مقطع بهذا الخصوص. اهزوا بيوتيوب ولا تنسوني يا حبايب انه تعيدوها بالكومنتات. بس يا حبايب لهنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة لانكم فايزين ما اخذتوا من القصص. وبس مع السلامة.